دكتور سعيد، أي أصداء لهذا الحادث اليوم في أوكرانيا في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد؟ مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين وللضيف الكريم في الاستوديو. طبعا اليوم استيقظت العاصمة كييف على خبر سقوط أو تحطم طائرة مروحية كان على متنها وزير الداخلية وبعض المسؤولين الرفيعي المستوى في وزارة الداخلية، وسقوطها بقرب روضة أطفال مما أدى أيضا إلى إصابة الكثير من الأطفال. وحتى المساء كانت الحصيلة النهائية 14 قتيلا من بينهم 7 من الطاقم الطائرة وركاب الطائرة، بالإضافة إلى الكبار، في أشخاص كبار كانوا في المنطقة ومن ضمنهم أيضا طفل، بالإضافة إلى نحو 30 مصابا في المستشفيات غالبيتهم. ولكن طبعا أهمية هذا الحدث تأتي أنها بسبب كما ذكر الضيف الكريم المسؤولين الرفيعي المستوى الموجودين على متن الطائرة، وأنها أتى مباشرة بعد المجزرة الكبيرة التي ارتكبتها القوات الروسية في مدينة دنيبرو، حيث سقط نحو 45 قتيلا في استهداف صاروخي لمبنى سكني في مدينة دنيبرو. هذه جميعها طبعا أدت إلى حدوث صدمة لدى الشارع الأوكراني، حيث قام الرئيس الأوكراني بنعي المسؤولين والمدنيين الذين سقطوا اليوم ضحايا. طبعا هناك العديد من الروايات التي يتم تداولها من قبل الدعاية ويتم الترويج لها من قبل الدعاية والتضليل الإعلامي الروسي حول أسباب هذه الفاجعة اليوم، ولكن في الغالب طبعا الجانب الأوكراني ما الرواية. نعم، هذا ما سألك عنه دكتور سعيد، الرواية الرسمية الأوكرانية حول الحادث، هل هناك أسباب واضحة تم ذكرها أم ما زالت ربما أسباب الحادث غامضة؟ ما زالت أسباب الحادث غامضة، أو ليست غامضة وإنما مجهولة حتى الآن بشكل كامل، تفاصيلها بشكل كامل. وقد فتحت النيابة العامة والأمن الأوكراني تحقيقا في ملابسات هذه الحادثة، ولكن حسب شهود العيان الذين اطلعت على تصريحاتهم أنه تم انفصال المروحية، مروحية الطائرة عن جسمها، مما أدى إلى سقوطها، سقوطها جانب روضة الأطفال، واندلع الحريق بسبب اشتعال خزان الوقود في خزان الوقود الطائرة. لذلك يعني صعب جدا القول أنه تم استهدافها من قبل الجيش الأوكراني أو عملية تخريبية حسب ما هم يعني يحاولون الترويج. ولكن حسب ما اطلعت أيضا على بعض المواصفات حول هذه الطائرة أنه كان هناك بعض الخلل التقني في هذه النوعية من الطائرات في الفرنسية، لذلك تم في عام 2018 بعد تكرار الحوادث فيها تم إيقاف تصنيعها، وتم بعدها إعادة تحديثها، وقد خضعت هذه الطائرة إلى التحديث. ولكن يعني من المعتقد وكانت الفرضية الأولى أن الطيار لم يستطع بسبب الضباب رؤية مبنى شاهق أو مرتفع أمامه أثناء تحليقه من المنطقة، مما أدى إلى أنه حاول الارتفاع بشكل سريع مما أدى إلى فقدانه السيطرة على الطائرة. ولكن هذه غالبيتها تشير هذه الفرضيات إلى حادث عرضي وليس حادث أو استهداف أو أي عمل تخريبي للطائرة. وطبعا ما زالت التحقيقات جارية ولا يوجد حتى الآن أي فرضية رسمية يمكن الاعتماد عليها، وكل ما ذكرته قابل طبعا للتحليل والنفي. وهذه جميل، وصلت فكرة من قبل الإعلام الأوكراني. نعم.